L'édito. أتعوى لقانون عمل جديد هو عنوان مداخلة ستولى تقديمها خلال أيام المؤسسة الدورة 33 يومي 7-8 ديسمبر. هو عنوان يمكن أن يثير الجدل لو كان الغرض منه مجرد التقليل من الكلفة الاجتماعية بحيث يصبح قانون الشغل خاضع لقانون السوق. لا بالعكس، لا يمكن لأي مراجعة لقانون الشغل أن تتناسى دوره في تحقيق العدل الاجتماعي وحماية حقوق الشغالين التي تم تأكيدها بالمناسبة في دستور 27 جانفي 2014. لكن في الوقت نفسه لا يمكن إنكار الحاجة إلى إجراء إصلاحات عميقة تأخذ بعين الاعتبار التحولات، منها الثورة المعلوماتية التي أثرت بشكل عميق على علاقات العمل. نحن نمر في عدد من القطاعات من العامل خضع للأوامر للعامل المطلوب بتحقيق أهداف. كذلك لابد من الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى المرور من نموذج كلاسيكي لعلاقات العمل لنموذج أكثر حركية وفي الواقع أكثر قدرة على تحقيق العدل الاجتماعي، لأنه يقوم على التنويع في المعاملة وعلى التطور والعدل الاجتماعي في كنف التقدم. لذلك المداخلة ستركز على 3 أهداف متكاملة وليس بالضرورة متباينة. الهدف الأول هو ترجمة قبل كل شيء القيم الدستورية المتصلة بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في العمل وضمان مزيد من فعالية معايير العمل وأجهزة الرقابة لوضع حد لكثير من المظاهر المضرة في نفس الوقت بالمؤسسات العاملة في كنف احترام قوانين الشغل. الهدف الثاني هو تحديث الإطار القانوني المطبق على علاقات العمل الفردية وتكييفه مع احتياجات المؤسسة، ما يعرف بالفليكسي سيكوريتي في أكثر من قانون مقارن اليوم. وهذا يتطلب في تونس توضيح نظام العمل لمدة معينة CDD والتقليص من الأثار المتعارضة اللي تفصل هذه الصيغة مع صيغة العمل لمدة غير معينة CDI، تنظيم مختلف أشكال العمل المؤقت ونشاط وكالات التوظيف الخاصة للتوفيق بين حماية العمال من ناحية وحاجيات سوق الشغل من ناحية أخرى، إعادة تنظيم القانون ليعترض لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية، وضع تعريف دقيق للحالات التي يمكن أن تؤدي إلى الفصل عن العمل، والتفكير في ذات الوقت في إنشاء ما تضمنه العقد الاجتماعي الجديد صندوق التأمين ضد البطالة الناتجة عن الطرد لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية. إعادة النظر أيضا في الطرد لأسباب شخصية وفقا لحاجيات المؤسسة، حجم المؤسسة، أقدمية العامل. الهدف الثالث من قانون الشغل الجديد هو تعزيز علاقات العمل الجماعية وإقامة شراكة اجتماعية حقيقية للتقدم. لابد من ترشيد دور الفاعلين الجماعيين من خلال احتواء المفاوضة الجماعية، تنظيم النزاعات المهنية على مختلف المستويات، وإحداث واجب أساسي وهو واجب التفاوض بحسن نية خلال جميع المراحل. وهذا يتطلب ربما ولما لا إنشاء محاكم يعد لها بالتوازي مع مجالس العرف المختصة في النزاعات الفردية بالنظر في رفع الصعوبات التي تعوق السير العادي للمفاوضات وفض نزاعات الشغل الجماعية. تعريف الحق في الإضرار، وهذا مسألة أساسية، هو حق مضمون دستوريا ولكن يحتاج إلى تنظيم حالات الإضراب الشرعي وحالات الإضراب غير الشرعي مع واجب التقيد بالسلم الاجتماعي. تعريف أفضل لسياسة الأجور التي لا يمكن أن تنحصر كما هو الحال حاليا على مجرد سياسة تضخم وتكرس مبدأ أساسي وهو أن جزء من الأجر يمكن أن يكون محددا على أساس الإنتاجية. وأخيرا وكلمة أخيرة، حفظ الدولة على إعطاء المثال لسياسة أجور في القطاع العام بما يمكن من أن تكون بمثابة أداة يستأنس بها القطاع الخاص. الدولة يجب أن تعطي المثال في جميع الحالات.